تحس بلي عندها المرأة كائن ضعيف مهما والله. تكون القوة ديالها، مهما يكون جبروتها، مهما تكون واصلة في مستواها، مهما تكون عندها نفوذ، لكن إلا ما تحتاج إلى رجل في كتافها. هذا الرجل سواء يكون خوها أو باباها أو زوجها أو ابنها، إلا ما تفرح كي تعرف كلمة راجل عندها قيمة في حياة المرأة. هي معك والله أختك. قلتها لها ونعودها لها والله العظيم، يعني مستعد يعني هي في أختي كيما مستعد نتبرع لهم كلش واش عندي. كل شيء مبروك الاخ رياض، احنا نهنيوك. ربي يحفظك ربي يبارك، وهذا وانا فرحانين معك. هذا بفضلكم والله، غير بفضلكم الشيخ، وما ننسى لكمش الفضل هذا طول حياتنا. ربي يحفظك. اي معك حياه، واش تقدري تقولي له حياه؟ نهضر معاه. ما قدرتش تعبر. تخيل بلي 30 سنه وهي عايشه بلا خو، فتأي تلقى خو تلقى اخت وتلقى ام، حاجه صعيبه ماهيش حاجه سهله. صعيبه بزاف. واش تقول لها انت؟ هي حسبت بالك قالت لي ما قدرتش نحكي معها، واش تقدر تقول لها؟ والله قلها واش نقول لك خويتي، يعني الحمد لله على الساعه هذه اللي انا فيها. عودها لها هذه الكلمه تاع خويتي رياض. وي. كلمه خويتي هذه شغل حبيتك تعودها لها. والله خويتي اليوم وغدوه وغير غدوه ان شاء الله، واني في كتافها والله غير للمامات ان شاء الله. رياض انا حبيت رياض خويا العزيز، انا حبيت تقول واحد الحاجه، ثاني رساله يقولها. هيا توش بكاك. نعم. حياه يعني ما بين الليله ونهار ما كنتش نستنى باغ اكزومبل. هايدا هي دموع الفرح. شفناك بكيتي في هذا البلاطو، وانت تبكي تحوسي على اخ وتحوسي على ام، فجاه ربي بعث لك عائله. الحمد لله يعني لقيته، راني مالكري مازال ما شفتوش، راني متسنى في النهار اللي نشوفه فيه. راني حاسه بلي شغل دوكا كتافي راهم سخونين، عندي خويا منا واختي منا. الله الحمد لله، حتى اختي راجلها واقف معايا ما تيماجيش.